عندي كونطرا في الرموك، وكاين كونطرا في سميتو في الطوبيس، اوكي. وشنو الاخرى؟ جوج الثالثه ما عقلتش عليها شنو هي، لانك تعيط لهم قدامه وهو براسو راه لقيت ليه كونطرا اليوم، راه غادي يغيز مع السيد. هادو اللي كنهضر لك عليهم يعني اللي جاو هنا فيزا فيزيتور ماشي من المغرب. علاش؟ لان الى من المغرب كيطلبوا للشركه بار اكزومبل، انا كنعيط للشركه حيت دابا الشركات المشكل اللي كيطرى لهم هو فاش كتعيط لي كتقول ليه راه كاين واحد السيد في المغرب بغيت نجيبه، تيقول لك صعيبه. علاش؟ لان غادي يطلب واحد الاي ام تي اللي هو في لونغلوفون ليميا، غادي يطلبوا بزاف اوراق بزاف وفلوس بزاف. الى عندهم هذاك عندهم هذاك الاي ام تي هو اللي كيخول لهم انهم يقدروا يجيبوا شي واحد من ليترونجي، ماشي غير من المغرب، من اي دوله من المغرب، باش يقدر يدخل لكندا يخدم. ولكن من ثمني كتجي كفيزا فيزيتور لكندا ما كيبقاش هذاك الاي ام تي خدام، كيتلغى. علاش؟ لانك انت راك كاين في الارض الكنديه، غير هو انت راه فيزا فيزيتور. هو شنو كيدير؟ كيعطيك واحد، تعطيك المعلومات ديال الشركه ديالو بار اكزومبل. هاد السيد هذا اللي شفت ليه معاه عنده شركه ديال الترونسبور، كيعطيه سميه الشركه، تيعطيه نمره التليفون ديالو، وتيعطيه الاسم ديال مول الشركه، يعني ماشي مول الشركه، الاسم ديال اللي مكلف بالريكروتمون واللي غيكون مكلف بالوراق وداك الشيء. وكيدفع في واحد اللعيبه اون لين. فاش كيدفع اون لين الغوفرنمون فاش كيخرجوا ليه هذوك المعلومات، هو كيتصل سوا كيتصل بهذاك المشغل تيقول ليه واش بصح ايفيكتيفمون فلان فرتلان يعني اكس ايكغريك غادي تخدموا معاك ولا لا. تيقول ليه وي راه داك السيد وي غادي نخدموا معاك، تيقول ليه اوكي اللي غتخدموا معاك صيفط لينا عافاك الوراق ديالك ديال الديكلاراسيون ديال الاخر العام ولا هاد الوراق ولا هادي. كيطلبوا ليه دي اوراق اللي تيكونوا كونفيدونسيال منهم ليه، باش كيجيستيفي هو لانه عنده فين يخدموا، ماشي غا فاتح شركه وهميه وتيخدم عباد الله. صافي ملي كيدير داك الشيء داك المراحل، صافي السيد كيبقى يتسنى غير الوقيته حتى شي تاكورد عليه البيرمي ترافاي. بالنسبه انا كنهضر على هنايا كيبيك، الفيزا السياحه اخويا سفيان، عرفتي البلان اللي طرا، انا غادي نعاود لك غادي تستغرب. العالم كامل في 2022، تصور العالم كامل الكره الارضيه شديتيها ودفعوا فيزا بار اكزومبل لكندا، عشرات المليون اللي دفعوا في العالم كامل 2022، اوكي. المغرب العالم كامل، المغرب بوحدو 2 مليون، دا 20% من الكره الارضيه، 350 الف كندا ولا واحد يدفع في ليله واحده، 350 الف كندا و 300 الف واحد يدفع القرعه، وشكون اللي غيبقى في المغرب؟ زوينة هادي. وكل شيء من المغرب دابا شكون اللي باقي تما؟ ما بين لي فيزا توريست ولي زيتيديون وليميغراسيون، هادو دابا غير كندا وامريكان في شحال، 20 مليون، واللي في اوروبا وسبليون وفرنسا يعلم الله شنو مليون هادو. راه بروكسل صاحبي كاع ما بقاوش دابا في المغرب. سفيان هاد الدري هذا اللي جا اليوم اللي كان معايا في الرموك، راه درت ستوري. المهم انا غادي نقولها يعني، واخا هو خدام في المغرب واعر وخدام كيتخلص مزيان، قال يبقى يعني الناس اللي ولاو كيجيو من المغرب راه ماشي غير الناس اللي مساكن يعني المستوى ضعيف ولا الناس معطلين ولا شي حاجه ولا ما قاريش، وراه حتى الناس قاري، الناس واعي، الناس كيتخلصوا مزيان اصاحبي، ولاو كيجيو كيهربوا. تيقول لك اخويا ما بقيناش باغيين الفلوس، ما بقيناش باغيين ديك الفلوس المغرب وديك العيشه المغرب، اخويا بغينا نجيو حنايا نتهناو في دماغنا، نجيو نعرفوا نعيشوا الحياه الكاليتي. عرفتي راه غير 300000 في القرعه بوحدها، بلا ديك الشيء اللي دافع لاوروبا، بلا اللي دافع لاسيا، اللي دافع لكندا، اللي غادي لاتينوز يعني دوك الدول الاخرين، راه بزاف. انا الوالده ديالي كانت ميريكان وصافي. دابا اي سفيان انا جبتو حتى هو، راه سيفتي حتى هي غادي دابا مشاو كيف تسبرو نزيد صاحبي باريناج كلشي صافي كلشي غادي دول. ما عرفتش عارفها ولا ممكن يكون عارفها. بالنسبه للدري حيت قال لك غيبقى يتسنى حتى يخرج ليه الورك بيرمي ديالو، ياك راه ممكن ياخذ الورك بيرمي ديالو في كم سنه؟ هذه كتسمى لا لا اوتوريزاسيون دو ترافاي، فهمتي؟ غير اوتوريزاسيون، مي الورك
بيرميت بوحدو، لان الورك بيرميت كتاخذوه على حساب داك الدوم دم فيه، يعني دير هذاك الكونطرا اللي عطاك داك السيد، ولوتوريزاسيون كتخول لك انك تخدم طرافاي جينيرال ا غوش ا دروات كديباني على القوت اليومي ديالك. دابا انت واقف جوج فيكم في البيرطا ياك؟ لا لا انا هذه القضيه اللي كان صراحه ما عرفهاش، هذه القضيه اللي قال عبد ما عرفهاش حيت كيبدا البروسيس سا كيعطي للامبلويير لوتوريزاسيون، ملي كتدفع الورك بيرمي كتخرج واحد واحد لوتوريزاسيون تومبوغير اللي كتعطيك الحق تخدم مع نفس المشغل اللي انت غادي عنده على ما يتخذ القرار النهائي في الورك بيرمي ديالك. واش هادي اللي كتقصد ليا بالضبط؟ اوكي لا حيت هذيك بار اكزومبل انايا عندي بيرمي الرموك وغادي نخدم مع مشغل اللي غيخدم لي في الرموك، ولكن البيرميت الرموك ديال المغرب ما مقبولش في كندا، ماشي ما مقبولش في كندا تعاودو مقبول في كندا، ولكن شنو المشكل ديك لا سوغاس تقبلوش اه ما كتقبلوش. دابا فاش كتعيط لسيرفيس كندا كتقول لهم الو انا عندي بيرمي مغربي، بيرمي مغربي ديال الرموك بغيت نخدم مع واحد الشركه، تقول لك وي من حقك قانوني سير تخدم. الشركه فاش كتمشي كتقول لك لا لاسيرونس ما بغاتش، ما بغاتش تاسيريك. علاش؟ لان الشرط اللي كتفرض عليك لاسيرونس ديال الرموك باش تاسيريك خصك دوز جوج ديال الفصول ديال الشتاء في كندا، جوج فصول الشتاء، لان باش كنقول جوج فصول الشتاء راه هما الثلج، راه هما الفيركلا وما الطومبيت وما بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ باش دوزهم باش تيقول لك انت مؤهل انك صوق، يعني هنايا في كندا حيت صقتي في الثلج هذا دوزتي ديك المراحل اللي هما صعيبه، اما الصيف راه كلشي كيصوق في الصيف. ولاسيرونس هذا دابا جوج دراري راه كتقدروا تعرفوهم تنجموا الدراري اللي جاو جوج خوت مع واحد الشركه هنايا قراب، راه كنت مشيت عندهم وجلست معاهم، هادوك جاو خدموا بالبيرمي ديال المغرب. هي كيفاش هادو خدموا بالبيرمي ديال المغرب؟ لان الشركه فاش كتعيط لاسيرونس كتقول لهم راه عندي شيفور جاي من المغرب راه بغيت نخدموا بيرمي انترناسيونال بيد ما انه يدير البيرمي ديالو ديال كندا، تيقولوا لهم اوكي انتم غادي تضمنوا غادي تحطوا لنا بار اكزومبل على كل واحد 1000 دولار، انا غير قلت رقم تقدر تكون اكثر تقدر تكون اقل، تيقول هذاك تتسمى واحد الفون كيحطوه عندهم ياك، علاش؟ باش الا طرات شي حاجه الله يحفظ لاسيرونس ما كتحملش المسؤوليه، كتقول لك تخلص على داك السيد من فلوسك، حيت انا من الاول قلت لك لا، ولكن الا بغيتي انت تخدم وباش تزرب داك الشيء ديالك انت تحط الفلوس الضمانه ديال ان لا طرات شي حاجه تتخلص عليه. صافي المشغل كيحط ديك الفلوس الوقيته اللي تيبقى خدام معاه السيد اون ميم طون كيدوز البيرمي، فاش كيدوز البيرمي كيهضر مع لاسيرونس يقول لهم صافي راه ولا عنده البيرمي ديال هنا حيدوا ديك ديبلوكيو ديك الفلوس المهم القضيه اللي كنت غنقول لك في الاول قوانينكم عجيب صح، هي الفلاك بولين ما عرفتش غتكون عارفها الفلاك بولين هو ملي تيجي شي واحد فيزا سياحه مثلا وكيلقى كيلقى كونتخا دو ترافاي مثلا في البرتا ياك، لانه في كيبيك كاين لو ام تي او سيس وكيديروا ليه بحال قلتي تيربعوه وتيعاود يدخل الحدود ديال كندا وكيدوز للسيرفيس ديميغراسيون وتيقول لهم عندي واحد لابليكاسيون اونلاين وبغيت ندير فلاك بولين، كيدخل ديك الساعه على جون ديميغراسيون كيتفيك البوسي ديالو في 20 دقيقه وتيخرج ليه، ولكن ما غاديش يدوزك على لا ما كتدخلش الامريكان كتمشي للفري زون، هذه اللعبه هذه هضرنا زعما ملايين المرات كتسمى سول على باش تكون بالضبط، ما كتدخلش الامريكان انت في الحدود كيرجعوك حيت انت ما عندكش فيزا الامريكان وكتعاود ترجع للحدود ديال كندا كتسمى فلاك بولين ولا توغ دو بوتون بالفرنسيه كيعاود يرجع لتما ثاني من بعد ولا هذا الفلاك بولين دابا ولا كيصيفطوا لك البي ار حتى للدار يعني كتجيك نيشان دونك ملي كيرجع هو كيدخل للسيرفيس ديميغراسيون نيشان كيقول لهم راه داير فلاك بولين راه عندي ابليكاسيون اونلاين كيدخل ديك الساعه يتشيكي على لاجون ديميغراسيون تما كياخذ القرار تما ديك الساعه غيقول لي الرفيز ولا الاكسبتاسيون الا اذا لا عطى الاكسبتاسيون كيخرج ليه الورك بيرمي ديالو كيدخل يخدم مع راسو. لا داكشي باش قلت لك مع سمعت قبيله تنهضر معاك في البريفي باش تشرحها ليا مزيان دابا بقيتش كندوز عليك. اوكي وبالنسبه للدري اللي ديجا وبغى ولقيت له كونترا في الرموك واش خاصو يكون ديجا عنده البيرمي ديال الرموك ولا الا غير وي هاد القضيه هادي نقول لكم شنو طرا بحال دابا هاد الدري هذا عنده البيرمي ديال الرموك ولكن ما فايتش العام يلا عنده 8 شهور الشركات هنايا ما تيقبلوش الا عندك 8 شهور تيقول لك لا خويا ما عندكش الاكسبيريونس بزاف، ولكن الشركه اللي شفت ليه دارت معاه الجميل قالت لي اوكي حنا غادي نديروا معاك واحد الحل زوين غادي نعطيوك باش تدفع البيرمي دو ترافاي وغادي دوز البيرمي ديال الطوموبيل ديالك
وغدوز البيرمي ديال الرموك وغادي تمشي تدوز واحد اللعيبه تقولها الراك يعني الريكونيسونس داكيد كومبيتونس كدوز في السيفتير يعني باش هذاك البيرمي ديالك اللي دو اللي مدوز في المغرب زائد هذاك ديال كندا كيحاولوا انك كدوز عليهم واحد الاعتراف الاعتراف بالخبره ولا شي حاجه بحال هكا كتعرفوا بداك الشيء ديالك انت اللي عندك فهمتي باش يعترفوا بك كدوز واحد التيست هذاك التيست فاش كدوزوا فيه تقريبا شي جوج سيمانات ديال الناس اللي كاينين دابا في كندا باغين يخدموا في الطوبيس ولا باغين يخدموا في الرموك يعيطوا لي راه عطيت لهم غراتوين ونعطيهم كل واحد سؤال انت بدو انت وايوب بغيت نسولك بحال دابا دوك الدراري مساكن اللي كيخدموا السيكوريتي واش عندهم حتى هما شي كونطرات ولا والو هادوك كيخدموا لي سيكوريتي وكدا عرفتي سيكوريتي خاص تكون عندك فورماسيون تكون عندك ريزيدونس بيرمانونت اوكي الشيء اللي عندك سيكوريتي اللي عندك ديبلوم ديال السيكوريتي راه ديبلوم وي الا عندك ديبلوم سيكوريتي شي حاجه وي ما عندك والو سيكوريتي راه ما كاين والو دابا راه كاين في كيبيك اون تيت راه طالبين لي مانيفاكتشورين يعني بنادم يجي يخدم بحال هكا وطالبين حتى لي بلونجور طالبين لي بلونجور وبالنسبه للناس لي بلونجور اللي ما كيعرفوش ما عندهمش لي غاستورون تيغسلو في المواعن في لي ريستورون تيغسلو يعني ما تيحتاجو فيهم لا خبره لا حتى شي حاجه تكون عندك ليكسبيريونس وي في شي ريستورون في شي حاجه ماشي ما تكون عندك والو تجي تقول لهم انا نمشي بلونجور نو تكون عندك واحد الخبره يعني انك كنتي خدام في ريستوران ولا في شي حاجه ولا هذا باش كتبقى على هي هي في القانون اخويا هي في القانون اخويا ابدول في هادشي ديال ليميغراسيون بلونجور هو سي تان بوست يعني اندر ترينين ماشي ضروري تكون عندك تجربه ولكن هو كامبلويور غادي يقول عاتي هنا هما بلونجور زعما راه خصك تكون تاهي قرايه خصك تكون عندك فورماسيون فيها اما في القانون الا قبلك المشغل ما تحتاجش فيها التجربه ياك غير اللي خصهم يعرفوا بلونجور داخل في السي و الدي يعني ما عندكش حق تجيب ولادك ما عندكش حق تجيب مرتك ما غاديش دير لا ريزيدونس على تطلع على داك النوك يعني فيها مشاكل باش من واحد ما يقولش غنمشي بلونجور صافي نصوفي راسي واحد الملاحظه بغيت نقولها اخي عبدون بسرعه كنت حال هذه وقتين بلا كنتمنى نشوف شي لايف فيه الناس هكا تيهضروا على ليميغراسيون فابور ولكن لي باج كلهم تيهضروا على كندا ما كيبغيوش يديروا لي لايف هكا مجموعين يعني كيجمعوا ناس اللي كيعرفوا هذا الشيء كيتخرجوا هذه بالضبط حتى اي واحد دابا شوف انا نقول لك واحد القضيه غير واحد التحدي خفيف اي واحد عنده باج في انستغرام وتي لونسي هذوك العقود عمل والفيديوهات وكذا ويخرج قدامي دابا ويقول لهم انا هذا السيد عطيتو كونطرا طرافاي فابور اوكي انا تنقول لك السيد تلاقيتو اليوم مع 9 الصباح عيط ليه دابا نيت لي كونطرا طرافاي ديالك راه كاينه غدا غادي نصيفط لك الانفورماسيون سير هضر مع الكونسلتون ديالك هو السيد راه كاين معايا غير اليوم وانا تنقول راه غنخلصو الشركه ما غيخلص ما والو واحد السؤال مهم نتوما حيت شنو في امريكان كاين عندكم داك كيتسمى برونغلي ريفرال يعني ريفرال كاين ريفرنس ولا شي حاجه بحال هكا يعني بحال مثلا الى لقيتي الشركه خدامه كيكتبوا غير سميتك وهما كيصيفطوك الفلوس يعني كيديروا لك ريفرال نورمالمون ساهل يعني مثلا حيت ماشي هذاك خويا دبرتي عليه هو اللي كيخلصك الشركه اللي كنت كتخلصك كتجيب لها هذا قضيه هذيك كاينه خويا سفيان الا كتخدم مع الشركه لا 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 والريفيرال في كندا واخا ما تكونش خدام في الشركه واخا ما تكونش خدام ممكن تاخذو الا كانت شركه مثلا خاصه شي حاجه وانت يعني سهلتي عليها السيرفيس كتقدر تعطيك الريفيرال ولكن انت واش غادي تطلبو ولا ما غاديش تطلبو كان كديرها سيرفيس يعني بليزير ولكن حنا تنهضر معاك زعما في القانون هنا في كندا الريفيرال واخا ما تكونش خدام في الشركه من حقك انك تطلبو يعني عادي اوكي اما هو سي فري كما قلتي نتايا حيت الواحد ملي كيكون كيدير شي حاجه من قلبه للخير ما تيكونش يفكر في داك الريفيرال ديالهم هما تيقول انا بغيت نصوفي واحد من الاصدقاء ولا من يعني من لي زامي ولا هادشي اللي باغي هو ما باغيش زعما داك الريفيرال ما محتاجليش الناس كيسولوني على الطاجين الطاجين اخوتي راه وقتو كبيرات راه وجد عرفتي كي كيبان الصا غير سالي ولا بالنسبه